لا يتكون جسم الإنسان بنسبة لا تقل عن 70% من الماء، والكثيرون يهملون شرب الماء متجاهلين مخاطر نقصانه في الجسم. فما هي الكمية المناسبة للجسم، ولأي مدى خطورة نقصان الماء في الجسم؟ كل التفاصيل أكيد مع ثواب الغبرة، أخصائية التغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا. صباح الخير ثواب. يا أهلا وسهلا، أهلا ميت وسهلا أهلا وسهلا، فيك. ميت كل عام وانت بخير. نحن أنت سمعك بخير برمضان. برمضان. هلا بعد هلا العيد، بعد العيد. هلا أهلا الشغل وسهلا. بعدنا. تماما. هلا هلا الشغل الشغل. ما عاد في حظر ورجعنا لحياتنا، وصيف بدنا نخفف لبس، فبيبين كل السيلوليت والسمنه وهيك. بالبدايه سواب خلينا نحكي المي المي المي، بنسمع انه وبنعرف انه المي منيحه، بس خلينا نعرف 100% قديش مهمه المي للجسم. بالضبط، يعني اول جمله نحن بنقولها انه الانسان بيتكون تقريبا مو 3 ارباع وحتى اكثر من 3 ارباع من المي. العمليات الحيويه تقريبا 99.9 تحتاج للماء لتكميل تفاعلات الاستقلاب بالجسم. هلا العمليات الحيويه هالامور هي كلياتها، دخول الماء بالجسم شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني هذا الشيء عصب الحياه اللي هي عصب الجسم، عصب الشعر، عصب الجلد، عصب العضو، عصب اداء العضو لوظيفته، دخول الماء داخل تفاعلاته والقصص هي. يوم بتنقص او يوم بتفوتي الماء على جسمك بطريقه غلط. احيانا كثير نحن بنحتاج لنكون عطشانين اكيد، بس ما بنروح نشرب ميه بحر. احيانا كثير بنكون نحن عطشانين وعم نشرب اذا ماء ملوث، شو بيصير بالجسم؟ الماء هو وقود طاقي اساسا بحد ذاته، لكن في فن ادخاله للجسم، هذا اللي ما بنعرف نفقهه. بنفكر انه انا كل هاي الجمله اللي انا صرت حافظتها من مرضاي، لازم اشرب 12 كوب ماء. معلش بدنا هي صح ولا لا؟ حافظينها مثل الببغاء، ونحن ما بنتجاوز كوب ونص شرب ماء. واحد بيجيني وزنه تقريبا فوق ال 100 كيلو بيقول لي انا 8 اكواب بتكفيني، اي ما هيك حافظه. واحدة بتجيني 50 كيلو بدها تشرب 12 كوب ماء. طب هذا الحكي، انا قريت بوصفه صينيه اني في الصبح واشرب 5 اكواب ماء، عليم الله ما تعملها ليطلع الماء من اذنها. يعني هذا الشيء في حجم معين للمعده في تقبله. مريضه غده درقيه بدها تشرب هذا الكم، هذا بتصير باله مي. قبل الدوره الشهريه بيحاولوا يفوتوا الماء بشكل غلط. في كمان عامل شيء اسمه، نحن ما بنعرف شيء اسمه، في احتباس سوائل، وفي اسمه الماء الحيوي بالجسم. تمام. كل هالامور هي رح نبينها اليوم. أكيد. كمان بالإضافة للأضرار الحكيتية، زيادة شرب الماء، في عنا كمان غثيان، عنا قيء، وعنا كمان كثير من القصص اللي ممكن يسببها زيادة شرب الماء. خلينا نحكي عن نقصان شرب الماء، شو ممكن يأثر على وظائف الجسم، وهل كمان بيأثر على الشكل الخارجي؟ بالضبط، اول شيء بينصاب فيه الانسان وقت بيصير عندك يا جفاف بجسمه هالامور هي كلياتها، توقيف لعمليه الهضم بجسم تماما. فبيصير عندي اول شيء عمليه بنصادفها بانقاص الماء، جفافان الحلق والامور هي كلياتها، يليها ماده شغله اسمها الامساك. هي مدى ما صابت الجسم تسمم رهيب بيصير بجسم. عمليه اخراج الجسم لفضلاته وسمومه بتصير مالها كامله. فبيبلش الجسم يراكم سمومه، ويصير ضغط على الكلى، صار ضغط على الجهاز الهضمي، بيصير اكل يوقف اكل. فبيصير عندك ياها اسمه عملية فتح الأنفاق الاحتياطية لإخراج السموم. وكيف بيفك الجسم الأنفاق الاحتياطية؟ بيفوت السموم لجواته مشان يخبيها بالكبد هالقصص، حتى ما تعيق عملية كتير مهمة حيوية بجسم هي السبيل الهضمي. النقطة الثانية اللي بيهمني أمرها أنه بيصير الأيض كتير أضعف، يعني الاستقلاب كتير أقل. مين بيعرف هذا الشيء؟ اللي بياخد المدرات، اللي عنده ناس مرضى ضغط بياخد مدرات كتير، وقت بيروح السائل الحيوي من جسمه ببلش يقرمد الجلد تبعه، بيصير التجاعيد على الوش. هالامور هي غير هيك بيضعف استقلاب الجسم. بيصير صعيد نزل بتاني نهار كليين ثلاثة، بعد اليوم الثاني ما اخذ المدير تبعه بيصير مثل بالون المي. فبيصير الجسم لانه تعرض للشوك اسمه اخراج سوائل قصري، فبيصير الجسم قابليته للتخزين 3 اضعاف على اي انسان طبيعي. لذلك مرضى الضغط اكثر شيء بتلاقيهم معرضين لشيء اسمه زياده وزن وضعف الايض، لانه عم تروح شوارد مهمه جدا بالجسم. الشيء اللي كمان من الأسوأ الاشياء السيئه، ظهور التجاعيد بالوش، طقطقه الشعر، النسيان المبكر، الامور هي لانه خلايا الذاكره والدماغ تقريبا بدنا نقول عنها يعني
نسبة كبيرة منه لازم يكون في ماء، حتى بيقولوا لك الطفل اللي بيشرب ماء بشكل جيد بيطلع أزكى من الطفل اللي ما بيشرب الماء. فسرعة الذاكرة بتصير بتنصاب باضطرابات هالأمور هاي كلياتها. إذا بدي أقعد من هون للصبح ما بخلص قديش مخاطر انخفاض نسبة السائل الحيوي بجسم. هون بس بدي نبه على نقطة، في شيء اسمه السائل الحيوي اللي بيمشي عندي إياه بجسم بيدخل للخلية بيطلع من الخلية، وفي شيء اسمه سائل محتبس تحتبسه جدران الخلايا اللمفاوية اللي هي بتعمل يعني حبس للسوائل. هذا بيصير ضغط للأوعية الدموية، هذا اللي بيعمل لي بوادر ضغط ارتفاع ضغط شرياني، هذا اللي بيعمل وزن زائد. تلاقي الواحد بفيق الصبح بيلاقي رجليه منفخة، بيترافق مع شيء اسمه زيادة نسبة الأملاح بالجسم. هاي الأمور هاي كلياتها مع أنه هذا مي، لكن مي مؤدي وظيفته، مي عم يكون عبء على الجسم بس متقل الخزان وبس فقط. شو بدي ساوي وقاعد بين جدارين دهنيين؟ هذا بيصير عندي اضطراب بوظائف الجسم بعملية الحرق. فنحن هاي الأمور هاي ما بننتبه على موضوعها. يعني هلا مريض غدة درقية بالنسبة لأنه ما بيصير يشرب الماء على فرد دفعة واحدة، لأنه قدرته على التصريف تبع السوائل تبعه وبداية إنسان طبيعي. فأول شيء بتلاقي تنفخ هالأمور هاي. حتى الناس اللي عندها مشاكل ارتفاع ضغط شرياني، هدول الناس لازم يشربوا الماء على دفعات حتى ما يصير اختزان مفاجئ للماء بجسمك. نعم ثواب، خلينا نحكي، كثير من الأشخاص بيقولوا أنا بشرب عصير كتير، أنا بشرب كتير أفشل ماء، في كتير يمكن مشروبات، هل هالشي بيعود المي ولا لا؟ المي البيور هي المفيدة. يعني في الصبح مثلا شاربة مج نسكافيه مفكرة حالا فوت ماء بالجسم، متى هلأ عم يقاطع العالم، هاد شي غير الماء. يعني هلأ أنا في الصبح بدي أشطف فرندتي، أكيد ما بحط عصير بردقان، حتى لو أنه عصير بردقان أغلى، هاي بشطف فيه فرندي بيدبق بيصير. اللي بدي إشي نظف جسمي فيه ودي فوته عليه بده يكون الماء بيور. يعني بيقول لك انا شربت عصير، انا شربت متى، انا شربت نسكافيه، عم بعوض بالشوربه. هلا في عنا حاسه بالشيء اسمه الارتواء، وفي عنا ناس ما بتطلب مي اساسا، بتكون عندها قدرتها على طلب الماء خلقيا هي قليله. فبتقول لك انا انسان ما بقدر اشرب مي، ما جسمي ما بيطلب مي، هو مو جسمه ما بيطلب شيء مي. في اجسام بتطلب المي بكثافه، وفي اجسام بالفعل ما بتطلب، تماما مثل التربه الصخريه، مثل التربه الكلسيه، مثل التربه البازلتيه. الاجسام هي عباره عن انواع تراب، الله نحن الله خالقنا من تراب، كيف التراب لها انواع كمان. نفس الشيء الاجسام اللي تكونت منها هي الاتربه هي كمان انواع. وقت بنلاحظ بعياداتنا نحن عندها بهالقصه انه في جسم بيقول لك انا ما بطلب مي، لا تجبريني على المي، فبنروح بنلفكه على شيء انه ايش ادخال الماء بشكل متقطع. يعني يحاول يحفز حاسه الارتواء العطش تبعه. على ما بتقدر تشرب مي يعني حتى بكميه قليله ما بيحبوا المي. هلا بيكون عود جسمه على مراكز المعده ومراكز الاقياء انه هي ما تتقبل كميات عالية من السوائل بمنطقة عندها قاع المعدة. يعني هي عادة من لما صغير وكبرت تماما، يعني في الواحد يعود حاله. يعني إنسان بالنسبة لأن حتى الناس النباتيين والحيوانيين، حتى جيبي واحد نباتي حاول أمه تخدعه أنه تدخله مادة حيوانية جسمه مو متعود أنه هو ما يتعاطى معها، بيتعامل الجسم مع أي مادة يمتنع عنها كأنها سم قاتل. بصير الجسم، ففي فن لإدخال الماء. برجع بقول مو القاعدة أنه أنا أشربت من أكواب، بده يعمل الإنسان حساب لحاله قديش وزنه، يعمل أنه كل 10 كيلو جرام من وزنه بيحتاج لكوب ماء. إذا واحد وزنه 80 بيحتاج 8، إذا واحد وزنه 120 بيحتاج 12، واحدة وزنها 50 5. مو أنا 50 مثلا 60 بيجي في الصبح يلاقي 12 كوب. هلا في من سبايا مثلا بدهم يقللوا من وزنهم، فمن النصائح اللي بنسمعها نحن كثير اكثر الماء. ايه مثلا اكيد، بس بمجاله كمان يعني مي سخنه الصبح، مع انه انا سمعت المي السخنه الصبح كثير مضره للجسم، ما بعرف هذا الكلام اذا سخنه صح او خطا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، وبيشربوا كميه كبيره يمكن 3 أو 5 اكواب الصبح على الريق. خلينا نحكي عن هذا الموضوع والفرق بحاجه الجسم للماء بين الصيف والشتاء. هلا شوفي عزيزتي، هلا انا شوفي شو رايي بالماء الساخن وبالماء البارد بالامور هيك كلياتها. هلا نحن درجه حراره جسمنا 37، صح؟ تمام.
أي شيء يختلف عن هالحرارة قاعدة بمجاله كتير كويس. هلأ أنا بالنسبة لي عندي إياها، الماء البارد بشكل عالي كتير هو سيء، والماء الساخن بشكل كتير عالي سيء. نحن عم نحول حسب وضع الحالي. يعني أنا مثلا واحدة إجتني ولادة تماما، تمام، بعد الولادة بمنع عنا الماء البارد نهائيا، وأنا مع الماء القريب لحرارة كاسة الشاي اللي فترة هلأ مو مي عم تغلي غلي، ما بشربها عصائر باردة ابدا، ما بشربها ابدا. هاي المي الحنفية المبوظة هاي بتركز دهون بطنة وبتعمل ترهل لعضلة البطن بشكل شديد. هون بهالفترة انا بدي شد عضلي، وقت بدي شد عضلات جسم مترهل بستخدم الماء الفاتر وليس الساخن، تمام؟ بمنع عنه الماء البارد. هلا الشيء اللي بقول لك فيه انه الماء البارد هو صح فيه، هو الاستحمام فيه بس يعني يكون مو انه يلتقط عصبه او شيء. الماء الاستحمام بالماء البارد معافي للامراض. سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام وقت رب العالمين امره بشيء نصيحه، هذا مغتسل بارد وشراب، روح اغتسل، بيغسل الامراض الماء البارد، اما شربه بيجيب امراض الماء البارد. خاصه في ناس متعوده تقرط بوز، حتى نحن بنقول في اشياء البوز قرطه فقط لحالات واحده هي زياده الغثيان. ناس بعيد الشر من هون بتاخد جرعات كيميائية وهالقصص، أول ما بيصير غثيان ما بتدي تعطيه أي وصفة لأنه هي رافضة كل شيء بعدها، فبتخليها علك البوز بيروح الغثيان. لكن في ارجع بقول ما فيني أعمل قاعدة لأنه لكل جسم له حالته. الشكل العام إنك تحومي بمجال درجة حرارة جسمك. في ناس بتقلك لا انه الماء البارد بده هي، نحن بنستخدم هاي القواعد والقصص بس تكون قريبه من مجال درجات حرارتنا. الفكره الاساسيه برجع بقول بنبه انه الانثى اللي ولدت جديد ما تقرب ابدا على الماء البارد. حتى في وصفه صينيه يعني بيمنعوا عنها الماء البارد حتى يرجع قوام بطنها لاموره الطبيعيه. تمام ثواب، يعني كثير حلو الموضوع وفي كثير نقاط ضويتي لنا عليها اليوم لازم نحن نتبعه، ولازم كثير نشرب مي، وكل 10 كيلو جرام يحتاج، وهي قاعده ومو ضروري شاطره. ايوه بالضبط، حتى لو نحفته في علم بكل شيء، حتى لو سمنتو، حتى لو نحفته بالضبط. ويا الانسان وقت بيشوف شده وطقطق شعره مو فورا يروح على الكريمات والمستحضرات قبل ما يسقي بشرته، هي بدها المي. شكرا كثير لك، متشكر وجودك معنا، شكرا لكل معلومه حكيتي لنا اياها واكيد كلياتنا استفدنا منها، شكرا لك.